مساء الخير، أهلا بكم إلى نشرة حوالى الطقس المرتقبة اليوم الغد، حيث تبقى دائما الأجواء مستقرة صافية وحارة تماما على المناطق الشمالية من الوطن، أجواء مستقرة تماما على كل التراب الوطني خلال المساء. نفس الوضعية الجوية عموما على المناطق الشمالية وحتى بالمدن الجنوبية، عدا بعض السحب الكثيفة وبدون فعالية مرفوقة برعود في بعض الأحيان، هذا على منطقة الصورة، أيضا بمدن الجنوب أو أقصى الجنوب الجزائري على برج بجي مختار وانقسام. فيما يخص درجات الحرارة المسجلة خلال الصبيحة، بإذن الله ستصل 21 درجة بالعاصمة، 20 بعنابة على الطارف على القالة، 22 درجة بوهران على مستغانم، 21 درجة بمنطقة لمسان على تيارت والبيض، 22 ببشار، 34 درجة على تندوف، 33 بأضرار، 31 درجة على وسط الصحراء بمنطقة عين صالح، نسجل 29 إلى 30 درجة على مناطق أقصى الجنوب خلال المساء. درجات الحرارة القصوى بحول الله سترتفع خاصة بالمدن الداخلية، حيث تصل إلى 40 درجة على الجلفة على الغواط، أيضا بمرداس على تيزي وزو 33 درجة، أيضا بالجزائر العاصمة 30 درجة بالسواحل الشرقية، 36 درجة على السواحل الغربية على وهران بنيصاف على منطقة مستغانم، 48 بأضرار على بشار على تندوف برج بجي مختار وعين صالح، وهذا كأعلى مقياس. فيما يخص حالة البحر بحول الله سيبقى مستقر، بحر هادئ على طول الشريط الساحلي، رياح غربية تماما وسرعتها لن تتعدى 15 كيلومتر في الساعة. المعلومات الفلكية وقت شروق وغروب الشمس بالجزائر العاصمة وضواحيها. نشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.